هلا هلا بيكم منحييكم أنا وكل جروب جينا تنسليكم. عندنا فكرة اليوم وبكرة ما هي فزلك فيها عبرة رح ترضيكم. جمعت جروبي مع ضيوفي طرحنا الفكرة وقالوا صور صارت حلقة وبعفوية كوميدية أخرجنا بمشلشل فجلك عربية. راكان لميس وفادي نجاح سوسنجيني عبير صباح وسالم حنان وفضل ومازن جمال وجرجس وأحمد ياسين أندري ومحمد إبلين وهالة ورولة ومايا والباقي. هلا هلا بيكم من حييكم أنا وكل جروب جينا تنسليكم. حبيتونا حبيناكم جروب الكل شي ماشي معكم راح يلقاكم. او جودوي انتم مرو فزلك عربية هذا ما هو زورو. ابدا يومك اخر نومك كل حلقات تحضرها معنا تنسى همومك. احكي وشكي بس لا تبكي خلي الضحكة تبين جوا لون عيونك. انتم هالي وناسي وانا ارفع فيكم راسي الله يديم المحبة والبسمة شيء اساسي. خلي الفرح يجمعنا والضحكة حلوة معنا فزلك عربية مسلسل من اخراجي. هلا هلا بيكم من حييكم اني وكل جروبي جينا تنسليكم. تزوري امي؟ ما في تزوري حدا، ممنوع تزوري امي فوتي. نعم نعم وعم تعلي صوتك بوشي كمان. ما في تزوري حدا ودي جوا. ايه هون هون وصلت 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 وصلت. الله يخلينا ياك يا بحدو. قصدك بخدمه؟ اللي شو بدك؟ ما لقيت حدا بالحاره كلها يخدمني هالخدمه غير حضرتك. تكرم عيونك. شو ايه؟ الله يخلينا ياك. بدي دايم منك 100 متليك. هلا ما لقيت حدا بالحاره يدينك 100 متليك غيري. والله ما لقيت بالحاره كلها غيرك. حسبي الله ونعم الوكيل. كان معي 100 متليك وقيمه مشان اعطيه للفرنساوي اذا عرف عندي باروده. خود خده بس ايه دمك ترجع لي اياه هون. بس شوفك ان شاء الله. وامتى هذا بده يشوفني؟ في هذا طيب شو هالبرد هاد؟ برد؟ لا عمي ما في برد، هي اشاعات. اشاعات؟ اي والله اشاعات. يلا ابو شنكر تفضل فوت، البراد مفتوح، الباب مفتوح. مرحبا. شو يا الحمد لله نشكر الله. كيفك؟ ما تاخذنا جارنا مشان الدنيا برد. ما يهمك ما يهمك مبين برد. المعزوط مفقود واذا وجعك غالي.
اي اكيد. عود كلك نعمه معنا. لا لا متغدي وجاي انا. اي نساوي لك كاسه شاي. حبيب قلبي انا كمان شربان وجاي. لك عن امي ما بيصير، ركبي بواري الصوبيا وشغليها منشان ندفي الضيق. ما في داعي متدفي وجاي. شايفة؟ لكن منظر الأكل بشهي فعلا مثل ما بيقولوا العين هي اللي بتاكل. احنا توفقنا بهذا المطعم اللي بنجيب من عنده أكل. بلش بالكبة اللبنية. يا سلام. حبيبي نعم. اجتك مسج على موبايلك بالمطبخ. موبايلي بالمطبخ؟ هون على الطاولة. شوف مين. اسمع بالمطبخ جيب الملح والفلفل معه. اسمك كرفتيني على المطبخ بلا طعمه. انت طالق. ثقافة منك، أنا شو مستفيدة منك ومن ثقافتك؟ قوم من قبل كب لك كياس الزبالة ها، قوم. لك أنا بس بدي أفهم أنت منيح عم يطلع معك الزبالة كلها هاي؟ كل يوم بتكب 6-7 مرات الزبالة؟ ثاني شي أنا قاعد هون بس رح تكب الزبالة؟ شو استفدتي؟ يضرب عيشته اللي بيتجوز تحت صغيرة. ما بتخلوا الواحد يتهلى لا بأرجيلة ولا بشي. هاي الزبالة طالع كبة للمرة 17 اليوم. يلا رجع لها حضر اللي بعده. وتربي انت والزبالة. لك شو قصته هالجار اللي عندي؟ باليوم 6-7 مرات بكب الزبالة؟ هذا مرته مكرهته حياته، عم بياخذ تنفس بكب الزبالة، هي اجت تسلاي، عم نشتغل فيه شوي. مرحبا جار. أهلين، شلونك؟ منيح. شوف قديش الكيلو؟ أنت دور احنا ما بنختلف. يسلم ايديك. اهلين بسمرة. الحمد لله على السلامة. لك ما انت الحمد لله على السلامة، ايش ويت انت انا؟ لك يا اخي اليوم طلعت من السجن، لك شو بك يا زلمة الواحد بيطلع على الحرية، بدي اقول لك الحمد لله على سلامتك. لو تجيب لي سيرة الحرية مشان الله. يا سمرة انا قصدي على الحرية الطبيعية الحقيقية، شو الحرية تحرمت على حدا؟ ايه زهيد الله يسلمك. اخي بدي احكي معك بموضوع، يعني انت صديقي وانا بحبك كثير، بتمنى ما تنزعج مني. لك انت مو صديقي، لك انت مو صديقي، لك انت اخي اخي. احكي ولا همك. عم اسمع حاجه بقى تفوت الشؤون، لازم تلاقي لك شي مصلحه وتقعد تركز فيها بقى. لك ليش بايدي القصه؟ لك يا نادر بايدي القصه. لك يا اخي طبعا بايدك، طبعا انت زلمه اخلاقك ضيقه، لازم تهدي شوي. ما بدي انا، كل واحد بيدس لي على طرف بدي يمسح في الارض. اخر واحد ليش هالطبطه بالموس؟ مو لانه شبني. ايه بس بدك تصير تعدل 10 من هون ورايح، لانه القصة مو هيك لك سمرة، مو هيك. بعدين لازم تلاقي لك شي شغلة. لك شو بدي اشتغل لك نادر؟ شو بدي اشتغل؟ مالك شايف البلد ما فيها شغل؟ اخي طول بالك الا ما نلاقي لك شغلة، بس اهم شي بهي الشغلة انه انت تكون بتحبها، لانه اذا ما بتحبها ما رح تزبط معك، انت راسك يابس.
شباك شباك يا رجال لك شباك من اول ما بتجي المسا بتحط راسك بهالجريده وما بترفعه لك شبكي انعام شبكي شو صار لي شو بدك يعني اعمل قوم ادبو قوم ارقص لك خود وعطي كمان نحن بدنا نحكي معك يعني يا انعام يا حبيبتي يا روحي يا عمري انت بتعرفي انه انا كل نهار بقضيه برات البيت بالمدرسه على لعي مع الطلاب روحي بتطلع ما بصدق امتى ارجع على البيت لحتى كن شوي اقرب هالجريده ونام اخر الليل وكمان انا مرتك كل نهاري وشي بوش هالحيطان بستنى جيتك على احر من الجمر لحتى اخذ واعطي معك على راسي على نافوخي من فوق تفضلي في شي موضوع مهم لازم نحكي فيه اها يعني اذا ما في موضوع ما في شي ناخذ ونعطي فيه لك انا على شو بدنا نحكي مثلا اليوم ما سالتني شو صار معي عن دكتور الاذنيه لانه اذني الوسطى كانت عم توجعني على هالنسوه هي صحيح شو صار معي اها يعني انا لو ما ذكرتك انت ما كنت سالتني لقد شبنا انعام شبنا لا تعملي لنا اياها قصه نسيت ما صار شي المهم طمنيني شو صار معي انت مانك مهتم لو مهتم كنت تذكرت وسالت اوه علينا كمان عم بتعصب كثير متغير وحاسه انه خلص الحكي لك يا نعام يا حبيبتي يا روحي يا قلبي أنا بتعرفيني طول النهار بدي أرجع عيد وأفتي طول النهار ضلني واقف قدام الطلاب عم بشرح وبشرح وبشرح بنتفخ قلبي بلتعى قلبي مع الطلاب ما بصدق أنت إجي على البيت لحتى أهدى وكن وأرتاح بقرأ لي كلمتين بالجريدة وبعدين بقوم بندفس بنام شاب ليش عم تصحصن تضحك لك سمرة انت بعد ما طلعت من السجن صاير مهضوم كثير يا زلمه لك مجنون انت مجنون حتجنني بدك تصير استاذ مدرسه شلون لك اي شو المشكله عم بقول لك طول عمري بحلم كون استاذ مدرسه يا سمرة هذا الحلم بدك تشيله من راسك هلا ما بقى يزبط معك روح دور لك على شي شغله ثانيه يا اخي وليش لحتى ما يزبط لانه بالاول لازم تكون خلصت دراستك وبعدين درست بالجامعه لتصير استاذ مو واحد مثلك خريج حبوس وحشاش ومدري شو بيعمل بحياته بده يصير استاذ بالمدرسه يا اخي شلون حتجنني ما بعرف بده تضبط لك عم اقول لك حلمي طول عمري اني اكون مدرس ودرس الطلاب اخي بس هذا الحلم بعيد المنال خلص شيله من راسك شيله لك لا بعيد المنال ولا شيء راح حلمي لو لاخر يوم بعمري ولك شلون حتجنني انا راح اقول لك شلون تتذكروا لرفيقنا ملحين ملحم زين؟ لا ملحم بركة جلس ولك ملحم رفيقنا اللي كان بالمدرسة تذكروا لك ايه مزبوط تذكرته شو عم يشتغل ملحين؟ عم يشتغل مدرس تاريخ لك ايه والله هذا مو كان عم يدرس بالجامعة بفرع التاريخ هلأ بيكون صار استاذ مهم كتير هذا هو اللي رح يحقق لي حلمي لك بس شلون؟ انا رح اقول لك شلون معك رقمنا ملحيم عندي رقمه من فترة شفته بالطريق بالصدفة وأخذت رقمه بس ما بعرف إذا تغير هاتو شغلتك بسيطة يعني خلاص الدكتور طمنك الحمد لله بسيطة قطرة بيعطيك إياها وبالطيبة ما هي أي الحمد لله طمني الدكتور أي الحمد لله ألو أهلين أهلين نادر مين؟ سمرة؟ سمرة خير شو بده مني؟ بده يشوفني؟ ليش بده يشوفني؟ مشان شو؟ شو هالشغلة الضرورية اللي بيشوفني من شانها؟ أنت بتعرف وين ساكن؟ أنا مساكن التلة خلاص أنا بكرة بشوفكن بشارع النحلة خلاص بشوفك بكرة الله معه شو بده مني هذا شو فطنوا فيني إلا والله العظيم مين هاد؟ لك هذا واحد رفينا كان معي بالبكالوريا بس طلع فاشل هيك بالمدرسة وبعدين قفل هيك خريج حبوس ومشاكل جي وضريب مواس ايه وشو بده منك؟ ما
ما بعرف قال بده يشوفني. ما يكون ناوي يتدين منك مصاري؟ شو بيعرفني؟ والله ما بعرف. بعدين انا عم يزيد معي مصاري لحتى ادينه اياها. لك الله يصلحك. طب ما عرفت تتهرب منه طالما هو خريج حبوس وتبع مشاكل؟ لك انت استاذ مدرسه، لا شو بتتهرب منه انت تاني؟ قلنا لك ضريبه مواس انا بدي اتهرب منه ما بعملها. انت زعلته شي بزماناته؟ ابدا اعوذ بالله، انا بدي اتخانق معه مشان شو؟ خير ان شاء الله. لك وينه وينه لهلا؟ ليش تاخر؟ عاش تعيط شباك الدنيا صبح، خلاص روق شوي. شو فيه؟ عقبال الصبح بلا نهار بلا ليل، لازم يكون دقيق بمواعيده. استاذ مدرسي هاد استاذ شو بقى؟ اهلين بمدحي، اهلين بربا. هدوس هدوس دخيل ربك طلع فيني هيك؟ ما شاء الله، والله زهران شي 20 سنة. طمني عالنار. اهلين سمراء، اهلين. منيح ماشي الحال؟ انت الحمد لله شلونك؟ طمني العيلة منيحة، المدام الاولاد كله خير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله يا رب. انت شلونك؟ والله اموري منيحة، ما صار لي زمان طالع من الحبس. حبس؟ ليش شو عامل؟ ايش وليش؟ قطعت اشارة المرور. طبت واحد بالموس. ايوه ايه استاذ ملحم شلونك؟ انا الحمد لله ماشي الحال. اهلين اهلين نادر، بس ما تاخذوني، ما خبرتوني انتو شو بدكم مني، لانه انا بدي لحق اروح على المدرسه. ما حنأخرك استاذ ما حنأخرك، بس بدي اسالك سؤال، انت بعدك عم تدرس؟ لك انا مدرس تاريخ. هي الحين انا الي عندك طلب وبدي اياك ما تخجل. خير 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 استاذ ملحم. سمره خلصنا وقت ندوب، ونحن من امبارح قاعدين عم نحكي انه شو ممكن يشتغل، وهو قال لي انه عنده حلم قديم وحابب يحققه. حلم قديم؟ اي والله حلم قديم. قلت لحالي ما في غير صديقي واخي ملحيم بيحقق لي اياه. وشو هذا الحلم؟ يا سيدي عندي حلم صير استاذ مدرسه، ولو ليوم واحد ولو لساعه واحد. شو هاد؟ شو بلا ملحيم؟ صعبه؟ شلون يعني صعبة؟ ما فهمت يعني دخل مدرس ليوم واحد ما فهمت. فهموا نادير، فهموا أحسن عاصمة. خلاص أنا فهمه يا أستاذ، أنا فهمك. سمرة عنده حلم بأنه يدرس طلاب، وهلأ ما عاد تزبط معه، وما في غيرك أنت يساعده، خليه يدرس يوم واحد بس. كمان ما فهمت. الله يجيبك يا طولة البال. أخي ملحيم الله يرضى عليك، افتح لي مخك. القصة إنه بروح معك على المدرسة وبعطي حصة لولا ساعة لولا نص ساعة بس مشان حقق هالحلم. لك شلون بدك تعطي درس؟ لك مين صعبة مين صعبة يا ملحيم، فوت محلك وبعطي الدرس بدالك. شلون بدك تعطي بدالي؟ لك يا صبر الله يوفقك، أنا يعني بعطي دروس تاريخ. وأنا طول عمري شاطر بالتاريخ. سأل نادير شاطر ولا مو شاطر؟ بلا شاطر. بلا شاطر. بس شلون بدك تفوت على المدرسة؟ كيف؟ لا يا ملحيم يا ملحيم لا تعقد القصة. ايش وكيمياء؟ لك لو كيمياء كنت اعطيتك استاذ الكيمياء رفيقي، انا كنت خليته هو يعطيه محله يعني كانت احسن. عم يعمل كوميديا عم ينكد. لك يا ملحيم ما ارضى عليك، لا تطلع لي خلاقي. خلاص عم اقول لك انا فوت معك على الدرس، انت بتقعد على جنب وانا بعطي الدرس بدالك. ولد وبلكي شافك المدير. اسمع شو عم يحكي. لا خليلي انا قديش فايت وطالع وسارع بدون ما حدا يشوفني لا بالفوته ولا بالطلعه. خلاص مثل ما بدك يعني، بتجي بتعطي درس محلي بس اخر مره يعني، لا تطلب مره تانية. يا سيدي انت حقق لي هالحلم ليوم واحد بس و توبه ما عديتها. ماشي ماشي تفضل شرف. يلا دعيلنا نادير، دعيلنا دعيلنا. موفق سمرة موفق. لك والله صاير هالأكل بحير، فايقة من الصبح ماني عارفة أنا شو بدي أطبخ. لا دخيلك الأكل ما بيحبها ملحيم، عم فكر ساوي له جزمز من ايام العسكريه هو بيموت عليها. انت شو بدك تساوي؟ ايه منيحه منيحه وما بتكلف كتير. لك دخلي صلكم زمان ما جيتوا سهرتوا عنا، تعالوا اليوم. لا ملحم ما عنده دروس خصوصي اليوم، مروا المساء. ايه خلص ناطرينكم.
لا ما بدي غير سلامتك. مع السلامة، لا تطولوا. يلا مع السلامة. يا ترى شو صار مع ملحم مع هذا رفيقه المشكلجي؟ بدق له ولا بيكون بالدرس؟ الله يمرق هالقصة على خير. بقوم افرم البندورة احسن شي. ملحم؟ قلي شلون شفت لي اخوك ابو سمرة؟ خرج يعطي دروس تاريخ ولا مو خرج؟ اخي سمرة، انت مو درست برا واحدة وحققت حلمك؟ ببوس ايدك، ببوس رجلك، ببوس صرامي اجدادك كلياتهم. روح اشتغل لك شي شغلة تانية. ليش انا خبصت شي لا سمح الله؟ مو كله كان تمام تمام؟ ايه بلا، كله كان تمام تمام يا سمرة يا حبيبي. يعني هو في بعض الهفوات، بعض الغلطات البسيطة. يعني مثلا ملك الحبشي اسمه النجاشي مو الفشاجي. والطالب اللي ما بيدرس الإدارة هي اللي بتحاسبه، لك مو أنت اللي بتشل عرضه. والتدخين بالحصة ممنوع. وخالد ابن الوليد مو خالي أم وليد. وخالد ابن الوليد سيف الله المسلول مو موسى الله الكباس. وأبو جهل ما باع بلال الحبشي لبرشلونة $5 مليون. فهمت علي؟ والأستاذ اللي بيخلص الحصة والدرس بيطلع من الصف بهدوء وبرصانة، مو بنزل زحلة على الدرابزين مثل الطلاب قدامهم. هلا هلا بيكم، منحييكم أنا وكل جروب، جينا تنسليكم. عندنا فكرة اليوم وبكرة، ما هي فزلك فيها عبرة رح ترضيكم. جمعت جروبي مع ضيوفي، طرحنا الفكرة وقالوا صور، صارت حلقة وبعفوية كوميدية، أخرجنا بمشلشل فزلك عربية. ركال لميس وفادي، نجاح سوسن جيني، عبير صباح وسالم، حنان وفضل ومازن، جمال وجرجس واحمد، ياسين اندري ومحمد، ابلين وهالا ورولا ومايا والباقي. هلا هلا بيكم، من حييكم انا وكل جروب، جينا تنسليكم. حبيتونا حبيناكم، جروب الكل شي ماشي معكم رح يلقاكم. او جودوي انتم مورو، فزلك عربية هذا ما هو زورو. ابدا يومك اخر نومك، كل حلقات تحضرها معنا تنسى همومك. احكي وشكي بس لا تبكي، خلي الضحكة تبين جوا لون عيونك. انتم هالي وناسي وانا ارفع فيكم راسي، الله يديم المحبة والبسمة شيء اساسي. خلي الفرح يجمعنا والضحكة حلوة معنا، فزلك عربية مسلسل من اخراجي. هلا هلا بيكم، من حييكم اني وكل جروبي، جينا تنسليكم.